مدينة القنيطرة. لالا فاطمة صباح النور. اهلا وسهلا. صباح الخير عليكم. برك واش الله يبارك فيك. باش بنيتي شي حلوه شي؟ ايوا احنا خايبين صراحه الرجال. نعم اختي نكملوا الكفته. اييه غنديروا كفته بصلصه بيضاء. ها كفته بصلصه بيضاء هذه غتعجب غزلان. ما هي ما عندهاش مع مطيشه غزلان. كناخذوا سكيلو الكفته. سكيلو كفته ما فيه والو. كنحكو فيه بصله صغيره في الحكاكه الغليظه. نحكو فيه بصله وخا بالما ديالها ماشي مشكل. كنديرو بيضه. بيضه كنديرو واحد ثلاثه المعاق ديال الشابلوغ اللي معطر اللي فيه العطريه. الا ما كانش السيده عندها غير الخبز مطحون في الدار نديرو العطريه. قلنا نديرو بيضه ونديرو ثلاثه المعالق كبار ديال الشابلوغ اللي فيه العطريه. الا ما كانش عندها طحنه غير الخبز في الدار ولا غير طريف ديال الخبز في الزقوف شويه الحليب وتعصرو وديرو معاها ودير العطريه العاديه ديال الكفته. ونبقاو نشرب شويه الماء ونعركو ديك الكفته ونكورها ونحطها جانبا. كنديرو واحد المعلقه ديال الزبده وكنسوطيو هاد نديرو الزبده وزيت وكنسوطيو هاد الكفته وكنحيدوها. ملي كنحيد داك الزيت اللي بقى وداك اللي دام ديال الكفته وديال الزبده والزيت كنديرو فيه جمعه كبار ديال الطحين. وكنسوطيو وكنزيدو واحد الكاس ديال الماء. كندير البويون مزيان ما كانش معليش غير ما عادي. وكنزيد وكنديرو مليحه والبزار ونخليو ملي كيبدا يعقد وداكشي كنزيد عليه جوج كيسان ديال الحليب. اللي بغا تزيد مع الكريم فخاش تزيد. انا كنسهل باش كلشي يكون عندك في الدار. الحليب ديما كيكون في الدار. اللي ما عند اللي عندها الكريم فخاش تزيد الكريمه ديال الطياب مع مع الحليب ونحركو هادشي. وكنستفو الكفته الطبسيل ديال الفران ديال الدجاج وكنسقوا بهاد الصلصه وكندخلوا للفران. صافي ملي راه هي كتعلق هذيك الصلصه وكتولي خاطره وزوينه صافي كنقدموه. نقدموه مع روز مسلوق مع لي بات يعني مع عيش ما ولا ناكلوها بخبيز كتجي زوينه رائعه. الله يعطيك الصحه. وخفيفه وكتهضم بسهوله ان شاء الله. تبارك الله عليك لاله فاطمه. الله يحفظك. شكرا ليك.